مسألة السودان يجب إن احنا نتفهم يعني إيه وجود دولة لها مؤسسات، لها حكومة، لها رئاسة، لها سلطتها، وما بين هذه المؤسسات هي قوات مسلحة. القوة المسلحة الرسمية للدولة لا يتصور أن يكون فيه لها شريك أو خصم أو طرف آخر من القوة المسلحة مسلح كما. فدائما مثل هذا النوع من التواجد أحدهما يتغلب على الآخر. السياق العام اللي احنا كنا متابعينه وقريينه وبنتابعه أنه كان في إطار بيتم التفاوض عليه، صحيح. أنه قوة التدخل السريع هتخش جوه الجيش، صحيح. واختلفوا على أو اختلفوا شكلا على الفترة هيحتاجها هذا الاندماج، لكن عندما تبين الأطراف أنه لا يمكن ما يحصلش بشكل بإيقاع عالي كان الصدام حتمي. ما بنقفش خلف ولا الرئيس برهان ولا الفريق أول حميدتي، ولكن الجامعة العربية في قراراتها الأخيرة منذ بدء الأزمة، هي بدأت بطلب وقف إطلاق نار، ثم بدأ الموقف يتطور في سياق تطوره في قرار أمام القمة أقر من مجلس وزراء الخارجية اليوم، أقر من مجلس وزراء الخارجية الأسبوع الماضي في القاهرة، ومن اجتماعات المندوبين بتتحدث عن المؤسسات الرسمية وضرورة الحفاظ على المؤسسات الرسمية. ففي سياق هذه المؤسسات الرسمية القوات المسلحة طبعا واحدة منها، واحدة منها، لكن أبرزها وأهمها الحقيقة. لا نستطيع أن احنا نقول أن الجامعة بتتبنى موقف هذا الطرف أو ذاك، هي بتطلب وقف إطلاق نار وإنهاء هذا الوضع بأسرع وقت ممكن.